السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب الخميس دايما الاكلات العزومه، نحاول نتم كده نعمل اكله تكون حلوه، ممكن نعملها النهارده اخر اليوم طبعا او بكره ان شاء الله بعد الصلاه، نتلم العيله كلها ونعمل اكل. بس اكله النهارده هي مختلفه شويه، اكل عربي، عربي من هو اكل البدو او العرب بالذات ليهم مزاج عالي جدا. ناس كتير ما تعرفش الاكلات العربيه او الاكلات البدو بياكلوا ايه، ولكن اكلهم ليه نفس عالي جدا وليه مذاق مختلف وليه اصول. فالنهارده نعمل مع حضراتكم ثلاث اربع اكلات يكون ليهم علاقه شويه بالاكل البدوي او الاكل العربي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، البرد والثلج اللي احنا شايفينه النهارده ده. طبعا ده بشر خير، يعني دايما المطر بتمطر بيبقى تفاؤل، الجو ساقع ودرجه الحراره بره 9 ولا 10 حاجه زي كده، فطبعا اكيد عايزين حاجه سخنه شويه ناكلها. فالاكل ده كله هيبقى فيه حاجات سبايسي وحاجات دافيه كتير. اللحمه اللي هشتغل بيها النهارده كلها ضاني او لحم ماعز، هو ده اللي بيتاكل اكتر الاوقات. هقول لكم منه على السريع، عندنا رقم واحد رز باللحمه والكبده، هنشوف بتعمل ازاي. عندنا كمان شوربه صنع عصفور مع اللحمه الصغيره بصوص طماطم، هنشوف بتعمل ازاي. مكرونه باللحمه، هنشوف برضه بتعمل ازاي. وكمان المفروض ممكن كمان لو في وقت ان شاء الله نعمل مع حضراتكم رقاق كمان عربي بمحشي باللحمه، لان اكتر الاكلات باللحمه مش باللحمه كمان الكندوز. هنشوف الموضوع ماشي ازاي، مش هشتغل عليكم، تعالوا نطلع فاصل، بعد الفاصل نخش في الاكل العربي ونشوف الاخبار ايه. في الطاسة او في الصينية او في الحلة فلفل اسمر، وهيدي لها هم يحطوا لها سمنة
او زبده طبعا. هدي عندي معلقتين زيت عشان خاطر ما احرقش الحله، ومعلقه زبده عشان ادي التست العالي. وهبدا انزل عندي باللحمه تتشوح اهو، تتشوح الاول اللحمه تاخد صدمه حلوه عشان لو فيها دهون برده ما تبقاش ثقيله علينا، يبقى برده اللسعه دي اكيد ليها طعم، وبتشد كمان الانسجه وكمان بتفرق معانا كمان في اللون الحلو دي كده. ونسيبها شويه تاخد لونها وتعيش حياتها. مرقه الرز هي مرقه مش عاديه بصراحه ربنا، ليها طعم كويس قوي ومحمره لونها احمر كده. فانا جايب عندي الميه السخنه لسه هبدا واحده واحده مع حضراتكم. طيب اللحمه دي هتتشوح وتاخد وقتها وتبقى تمام تمام، ما فيهاش اي صعوبه خلاص كده، احنا عرفنا القصه. الموضوع كله هنا في مرقه الرز، ده بالنسبه للرز. طبعا كوبايه الرز مغسوله ومنقوعه لمده ربع ساعه ومتصفيه ونظيفه وزي الفل وتمام تمام. هتعمل انت ايه بقى في مرقه الرز دي؟ واحده واحده كده مع حضراتكم ونشوف اخبار مرقه الرز دي. رقم واحد عندي معلقتين من صلصه الطماطم، ادي واحده الثانيه، حلو الكلام، بدا اللون عندي محمر. عندي كمان معلقه ثوم، حلو الكلام كده لحد دلوقتي مفيش اي حاجه مختلفة. وعندي كمان مكعبين زبدة، أنا عامل رز مصري على فكرة مش رز بسمتي، ومعلقتين زبدة، حلو الكلام. عشان طعم الأمور أكتر هدي عندي مكعب مرقة لحمة، وممكن على فكرة كمان ممكن ما أحطش مكعب مرقة، عندي طبعا اللحمة أكيد، بس أنا عايز أعمل مرقة من الأول عشان لو اللحمة ما طلعتش المرقة أنا عايزها، وده أكيد طبعا حاجة مش سهلة، أكيد هتطلع الطعم اللي إحنا عايزينه، بس طبعا بنزود التيست أكتر وأكتر. هبدأ أبص بصة كده على اللحمة ونقلبها ونشوف شكلها حلو كده وهي بالريحه اللي طالعه منها دي. وانا شغال هجيب عندي حبتين حبهان في اللحمه بعد ما اقلبها. بصوا بص يا شفيق كده معلش اهو، بص شكل اللحمه عامل ازاي، لسه ما عملناش حاجه اهو، دي شكل اللحمه، خدت الصدمه مع الزبده ما جابتش ميه، الدهون اللي فيها عشان طبعا الضاني بيبقى فيها سنس شويه عالي من الدهون. حبتين حبهان اهو، ورق غار، ده كله في اللحمه ماشي الكلام كفايه كده. وعندنا كمان ليمونه ناشفه وحبه بهارات سبع حبات، وعندي كمان قرفه خشب وفلفل حصى اهو موجود، بس كله طبعا متمكس على بعضه فكده تمام. هسيب ده شويه كده اهوت، وهبدا هنا كمان هبدا ابهر ايه المرقه بتاعتي بحبه ملح كده اهو ماشي الكلام. ده بالنسبه للرز، يبقى حطينا مرقه مكعبات مرقه وحطينا ثوم وحطينا كمان ملح وحطينا زبده، والبهارات الباقيه كلها فين؟ في الناحيه الثانيه. الرز عندي موجود هنا، الرز ليه طريقتين عندهم، زي الكبسه ممكن نبدا دلوقتي اشوحه مع اللحمه واسقي على طول فتاخد تسويتها، او العكس ممكن نعمل العكس، ممكن نحط المرقه دي على اللحمه فتسوي اللحمه وبعد كده ناخد المرقه اللي نازله من اللحمه مع المرقه اللي احنا عملناها ونسقي بيها الرز ونشوحه ونضيفهم الاثنين مع بعض بشكل الكبسه، ده موجود وده موجود. طيب هسيب عندي المرقه دي تغلي كويس عشان صلصه الطماطم تبقى مستويه، ما بقاش بس شكل او لون فقط لا غير. وهنا اللحمه دي مع الاعشاب اللي حطيناها اكيد الموضوع هيختلف، بس نغطي عليها اهو، لسه ما حطيناش بصل ولا عملنا اي حاجه خالص. طيب الحله دي فيها ايه؟ فاضيه. هبدا هعمل فيها بشكل بسيط، خلينا نخش الاحسن في المكرونه والشوربه خليها في الاواخر. المكرونه جايب عندي كيس مكرونه مقصوصه عادي جدا ما فيهوش اي صعوبه، بس المكرونه سبايسي شويه لان كان محطوط قدامنا الاكل فيه فلفل حار كامل، فاكيد الموضوع مش هزار، ولكن اكيد ليهم مزاج في النقطه دي، واكيد لما تاكلوها انتوا كمان هتفرق قوي، وهنشوف الموضوع ماشي ازاي. طيب اول حاجه عندي جايب حله سخنه جدا، هبدا انزل عندي برده باللحمه. اساسيات الموضوع ان اللحمه تكون مستويه، فتسويه اللحمه دي يبقى اكيد لازم تكون نازله على نار سخنه عشان الصدمه زي ما اتفقنا، يبقى الموضوع ماشي زي الفل. معلقه زيت، حلو الكلام، واللحمه طبعا فلفل اسمر، لحم معز او لحم ضاني حسب اللي بنحبه، يكون متقطع صغير، وهنزل بيه على الزيت السخن بالشكل ده، تتشوح واكيد ليها مقدار تاني خالص غير الثانيه. هقلب كويس، ريحه اللحم المعز او الضاني بيبقى ليه تيست عالي قوي، بس فلفل اسمر في البدايه، بشوح كويس قوي كده. وهنا اللحمه دي زي ما حضراتكم شايفين اهي شغاله، عايز اعمل فرسه على السريع مش تاخد مني اقل من دقيقتين بالفلفل الحار او بالفلفل الرومي، بس انا هعملها بالفلفل الرومي لان ده صوص مكرونه، فيبقى ليه هنشوف بيتعمل ازاي. فلفل احمر رومي مش حار كده، ده لصوص الطماطم بتاع المكرونه، بعمل كده بقطعه كويس، هنشوف بتحصل ايه دلوقتي واحده واحده. طبعا الفلفل الرومي ده زمان
ليه قصص طويله قوي. ناس مفكره ان هو الافرانكا بس، بس لو دورنا على اهالينا في الصعيد والفلاحين كانوا زمان بيستخدموه بدل الصلصه، ما كانش فيه طماطم كتير او طماطم كانت تبقى غاليه شويه، فمعنى كلمه طماطم تبقى غاليه فكان ده متوفر اكتر، فكان بيتعمل منه الصلصه، بس كان يتعمل فلفل رومي الصغير، فكانوا بينقوه ويجيبوه من الاخضر اللي متوفر اكتر الاوقات، بيجيبوا بداله الاحمر ده، وكان بيتعمل بيه التركيبه دي. هبدا هضربه ضربه على السريع مع كمان فصين توم بالمره معلش عشان ما ننساش، اهو كده كده اهو، وهبدا هديله ضربه على السريع عشان برضو نبقى شايفين وعارفين ايه اللي بيحصل. نحط الفيشه، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، ثوم وزيت، حبه زيت صغيرين، والباقي كله فلفل رومي، مفيش فلفل حار، فلفل حار نحطه كامل، بس ده هيبقى مع الصلصه هيدي تيست عالي جدا ولون غامق كمان لصلصه الطماطم مع العصير، فاكيد الموضوع هيختلف. مع الثوم طبعا مضروب، هي الفكره ليها مزاج عادي، هنشوف واحده واحده. طبعا الحلتين دول فيهم مرقه وميه سخنه عشان لو حبيت اسلق او اعمل اللي انا عايزه كله كده، تضرب كويس قوي عشان استطعم بالفلفل الرومي جوه صوص الطماطم. متشكرين، ادي صوص الطماطم الفلفل الرومي اللي هيخش في صوص الطماطم بالشكل ده. اللحمه هنا بتاعت المكرونه بدات تتشوح زي ما حضراتكم شايفين اهو، ما فيهاش اي صعوبه. طيب تعالى بقى نعمل صوص الطماطم بشكل بسيط واحده واحده. رقم واحد، حطينا هنا اللحمه اتشوحت تماما، نجيب عندي فصوص الثوم واحده واحده كده، وركز معانا يا شفيق بعد اذنك، فين فصوص الثوم؟ اهي كده اهو، ادي مثلا اربع فصوص، وهنعمل كده 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 كده، ماشي الكلام زي ما هم ينزلوا هنا على طول. فلفل حار زي ما هو كده كامل، بس ده عشان كبير شويه نفتح النص عشان السبايسي يطلع، ودول زي ما هم اهو، حلو الكلام. مع اللحمه والثوم هنجيب عندنا بصل كمان، نقطع مكعبات كده اهو. يا استاذه ياسمين صباح الفل. صباح النور. الو الو ياسمين، ازيك؟ ازيك يا علاء، اهلا بيكي. الصوت واطي يا جماعه شويه، على اذنكم على شويه. عامل ايه؟ الو الو، ايوه صباح الفل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. عامل ايه؟ الحمد والشكر فضل وعدل والله. انا معجبه جدا بحضرتك في طبخك واكلاتك الحلوه. ده من ذوق حضرتك، ربنا يخليك يا استاذه ياسمين. يعني ربنا يخليك. يعني معاك في المسابقه. عايز اخش المسابقه؟ انا طباخه ماهره. يلا بينا، اتفقنا خلاص. بجد والله، والله خلاص اتفقنا. هاجي معاك يوم الجمعه في يوم، وعايز اخش المسابقه. سيب رقم تليفونك بعد ما نخلص المكالمه مع بعض. انا سبت رقم تليفون. خلاص متفقين. في عندك منافس ولا نحضر احنا؟ لا انا ووالدتي. انت ووالدتك، تنورينا. مليون مره. تمام. حضرتك بتعملها يوم الجمعه ولا؟ لا يوم الجمعه يا فندم، يوم الجمعه بتبقى هوا. تمام تمام، ماشي الكلام كده، متفقين؟ خلاص ماشي. انا كنت عايزه رقم حضرتك يا شيف علاء، بس قالوا لي يعني مش هينفع، بس انا سبت رقمي. يا ريت يا شيف علاء تكلمني. عينيا الاثنين تحت عينيك. عايزك حاجه ضروري برضه. في حاجه ضروري؟ اه تمام حاضر، ماشي الكلام. بشكرك جدا، بشكر صح حضرتك، وهتنورينا ان شاء الله بدون اي مبررات. تمام. بص اللحمه يا شفيق، شايف اللحمه عامله ازاي؟ بص تسويه اللحمه اهي، هثبت لك ايدي. حاضر يا سيدي، وانت مرفع لي مسدس اهو اهو. بص المنظر، دي بقى المايه نازله من البهارات والشكل الحلو ده، ده اللي مطلوب. حلو الكلام. هات لي دي هنا كده عشان اوسع لك للثانيه، وبص على دي كده كمان. حلو الكلام. طيب هنا بقلب اللحمه الضاني الصغيره المقطعه مكعبات مع فصوص الثوم مع كل حاجه، لسه ما عملناش اي حاجه، عايز بس اخليها تتشوح اكتر واكتر مع كمان الفلفل الحار، وهنزل عليها كمان بصلصه الطماطم مع كمان الفلفل الرومي. صلصة الطماطم بقى عامل فيها ايه؟ ولا حاجة، جايب عندي عصير طماطم اهو، زي كل مرة بنقعد نعمل الموضوع بكل سهولة، ما فيهوش أي حاجة صعبة خالص. هجيب عندي مكعب مرقة عشان خاطر أربط الصوص شوية. هفرمه فرمة على السريع. ماشي الكلام، وهبدأ أنزل بيه كده على طول على الصلصة. حلو الكلام، فلفل أسمر بالشكل دوت، وعندي كمان حبة ملح، أتبل حاجتي من البداية. وكمان عندي حبة كمون، وعندي كمان حبة بهارات لحمة. ماشي متشكلين على كده، مش هزود اكتر من كده. حلو الكلام. طيب عايز اجيب عندي كمان حبة بهارات
حبه فلفل رومي من المفروم دوت اهو. هنزل كده، ركز معانا يا شفيق بعد اذنك اهو. حلو الكلام، ونقلب الكلام الحلو ده كله. ده صوص طماطم هيتعمل للمكرونه باللحمه، وهنشوف ايه اللي هيحصل له كمان. هتلاقي الطعم مختلف تماما والتست عالي حلو قوي. ممكن بقى عايزين نحط فيها شطه، طبعا اكيد كفايه الفلفل الحار اللي حطيناه، فاحنا كده متظبطين وزي الفل وتمام تمام اهو. كده اللحمه دي بقت زي الفل. انا هعمل حركه حلوه، هسلق اللحمه بالمرقه اللي عملناها للرز اهي كده اهو. ايه رايك في الكلام ده يا استاذنا؟ ده بقى يتسلق وياخد وقته وتمام تمام. بعد كده هشوح الرز ده بفص توم، سوري، ببصلية مفرومة، واتبل كويس قوي. وبعد كده هبدأ هشرب عادي جدا اللحمة مع الرز الاتنين مع بعض، بس نغطي عليها عشان اسوي الضاني. طبعا انتوا عارفين بياخد وقت في التسوية شوية، فاحنا يعني قطعنا نص الطريق زي ما بيقولوا كده في البداية لما شوحنا اللحمة لوحدها، وبعد كده اشتغلنا واحدة واحدة. الكبدة طبعا سيبوها في الاخر. الحلة دي كان مطرحها ماشي، خلينا نجيب حلة تانية عشان نعمل الشعرية، اللسان العصفور. طيب هبدا اشوحهم لوحديهم كده دول في حله سخنه، وهنشوف الموضوع ماشي ازاي. هنا الامور بدات باينه خالص. هبدا بس اسبك العصير الطماطم، بسم الله، مع اللحمه، ويعيشوا حياتهم بقى. دي بتاعه المكرونه. المكرونه فيها طريقه حلوه جدا ممكن نعملها، هي مش هاخد مني تسويه كتير. ممكن نسوي المكرونه في صوص اللحمه، بس نحط ميه كمان نزود بيها لما الصوص يستوي ويتقل. هي المكرونه بتخش اكتر من 8 10 دقائق بكتير قوي في تسويتها. ممكن نعمل كده، او ممكن نجيب المكرونه لو شايفينها صعبه في البيت والموضوع هيبقى فيه قلق، ادي ميه سخنه وادي حبه زيت، ولما تتسلق نحطهم على الموضوع. حبه زيت وادي حبه ملح معانا هندسه، ماشي، ميه وزيت وملح، وادي كيس مكرونه مقصوصه من العادي بتاعنا اهو. ما بحبش احط المكرونه واسيبها كده، لازم تتقلب عشان ما تعجنش. الطبيعي هتعجن المكرونه، طبعا انتوا عارفين في ناس بتنشوات شويه، فالطبيعي لو ما عملناش كده هتلاقي المكرونه قفشت. ولو قفشت هي مش تقول لي لا، بس خلينا نشتغل احسن في المظبوط. لسان العصفور احنا بنشربه عندنا في مصر، او بناكله بنشربه كشوربه، ليه طعم عالي وكل حاجه، بس ما جربناش موضوع اللحمه ده ومرقه اللحمه ودماغ اللحمه. اكيد فيها تيست عالي. معلقتين زبده تسيح كويس قوي، مع نص معلقه زيت بالسمك. يا ام احمد صباح الورد. صباح النور، ازيك يا شيف علاء؟ ازيك حضرتك، اخبار صحتك انت ايه؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد والشكر يا ماما، والله الحمد والشكر. انا بحييك على الاكلات الحلوه دي، وب يعني متابعاك على طول. ده شرف لينا يا امي، ربنا يخليك ويديك الصحه يا رب. بصراحة. ربنا يخليك يا ماما، تسلم ايديك على الحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا دي. الله يخليك، ده من ذوق حضرتك. وعايزه بس اهدي، انا عايزه اولا اشترك في المسابقه. يلا بينا، ماشي الكلام، متفقين ان شاء الله. شفت الرقم على الكنترول انا. يلا خلاص متفقين. عندك منافس ولا حد رحله؟ عايز احيي القائد العظيم عبد الفتاح السيسي. طبعا اللي برد قلوبنا بالضربه دي. طبعا طبعا، تحياتي. واحيي الجيش، واحنا وراه وورا الجيش. طبعا ربنا يبارك في عمره يا رب. القائد الاعلى عبد الفتاح السيسي، ربنا القائد العظيم، ربنا يخليك ويديك الصحه، ربنا يخليه لمصر يا رب يا رب يا رب. بشكرك جدا. وبحييك يا علاء، وعايز اشترك في المسابقه. خلاص اعتبر نفسك اشتركت ان شاء الله باذن الله. تنورينا ان شاء الله. في منافس مع حضرتك ولا لا؟ بقول اللي بيشترك معاك قبل كده ما بيجيش تاني؟ ايه معلش انا اسف؟ اللي بيشترك معاك قبل كده ما بيجيش عندك تاني؟ لا، هي مره واحده عشان غيره ياخد وقته. انا صريح. يعني حتى لو من فتره؟ حتى لو من فترة، عارفة ليه؟ لأن ممكن أنا هشترك في المسابقة وعلاء أخرني. هو علاء عنده أولويات، وممكن أرجع لليوتيوب أو للصفحة بتاعت. أنا كنت عندك قبل كده على فكرة، مش فاكرني؟ ليه؟ أنا اشتركت معاك قبل كده في المسابقة. والله ما فاكرك، عشان كده بقول لك تعالي. مدام تيسير. مدام تيسير، أهلا بيك يا مدام تيسير والله. بس معلش، أنت عارفة بقى الواحد بينسى شوية، فغصب عني. بس حضرتك اشتركت قبل كده من إمتى؟ لا الكلام ده من داخل على 8 شهور اهو. على 8 شهور؟ ما انا خايف يا مدام تيسير تيجي تنورينا، حد يعمل لي صورتين من على اليوتيوب يقول لي الست دي جت قبل كده وجت النهارده وما جبتهاش قبل كده. مش ده ممكن يحصل؟ لا خلاص، انت عارف مصلحتك طبعا. لا مش مصلحتي، مصلحتنا كلنا طبعا اهم شيء، عشان ما حدش يفهمني غلط. فاهماني قصدي ايه؟ بس خلينا نظبطها كده كده. يا ضرر عادي بس. مش سامعك. الو. انا معاك. معاك بقول لحضرتك خلينا نظبطها ونشوف امتى الوقت اللي ممكن يناسب نجيب فيه حد يكون عمل قبل كده حلقه ويبقى معانا تاني. ولا يهمك، انا صريح.
ولا يهمك يا شيخ علاء. انت عارفه لو انا هبقى يعني وحش لو قلت لك ماشي اوكي ومش عارف احنا ايه. كده كده بنحبك وانت غالي علينا. على راسنا يا امي ربنا يخليكي وانتظرينا ان شاء الله في شهر 3 في مفاجات حلوه قوي لكل الامهات فاكيد هنتلم لما حلوه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يديكي طول العمر. بشكرك وبشكر اتصالك الجميل وكلامك الحلو على السيد رئيس الجمهوريه وعلى كل مصر ربنا يخليكي بشكرك جدا. تمام هرجع تاني للسان العصفور بدا يتحمر شويه مع الزبده وعندي اللحمه هنا شغاله بتتسلق عشان خاطر اسقي بيها الرز اللي هيتشوح في حله تانية عشان خاطر برضو ننجز وقتنا. انا والله يا مدام تيسير بتكلم بكل صراحه في فكره الناس اللي بتيجي ممكن حد يكون بس يفهمني غلط او يقول لك ايه علاء ما جابنيش ليه. طب هو بس علاء بيجيب الناس حبايبه اللي بيطلعوا مره ومره اتنين. هخش في حته انا مش عايزها والله حد يزعل مني ابدا لان انا شغال عندكم بالعربي كده فحد منكم يزعل مني انا ما بحبش الكلام ده دايما فبكون حريص في موضوع المسابقه بالذات عشان طبعا اكيد في ناس بتبقى بصراحه ربنا يشكروا ويكرموا بيكونوا مشتركين بفتره طويله وجايين من بلاد كتيره محافظات فطبعا اكيد مش عايز حد يزعل مني والبرنامج ده بتاعكم وانا شغال فيه زي ما انتم عارفين فلو عملت حاجه كده ولا كده هتزعلوا مني. طب على ايه؟ فانا بس حريص في دي خلينا نظبطها مع بعض وان شاء الله هتنوريه ما دام عندك الاراده وليكي الرغبه تنورينا لازم تشرفينا ان شاء الله. تمام اللسان العصفور مع الزبده بدا يسيح عايز اللون بتاعه بس يكون الجولد شويه. دي هحمر فيها حبه رز حبه رز بالزبده مفيش كلام اهم ولا زيت ولا غيره زبده وممكن اديها كمان معلقه زيت عشان خاطر ما تحرقش وتمام تمام. طيب هرجع للشوربه الشوربه دي زي ما اتفقنا حمصنا خلاص هجيب عندي بصلايه ناعمه جدا اهي كده تنزل كده حبه كرفس وكرات من عندي انا مش من عند العرب ما بيستخدموش هم كرفس وكرات كتير يعني دي كده هبدا اشوحهم كويس قوي اول ما احس ان خلاص خدوا اللون هنا بقى ممكن احط مرقه تبقى شوربه عاديه. لا يا معلم انا مش هعمل شوربه عاديه انا هعمل ايه دلوقتي هشوح دول كويس قوي وهبدا بعد كده هبدا انزل عليهم بقى باللحمه وهنزل عليهم كمان بعصير الطماطم المتسبك معها كمان ممكن اخد حبه عصير الطماطم على فكره من دول معلقه واحده انا مش عايز اكتر من معلقه واحده. طيب انا عايز اللحمه على السريع هعمل فيها ايه ماشي هعمل لكم مرقه حلوه بس مش عايز اخد لحمه فيها دهون كتير ناخد حته كده ثانيه واحده عليا شفيق اطلعك فاصل بس اتقل شويه اتقل خلاص اللي في ايدي واللي انت عايزه هعمله لك مش عايز فيه دهون كتير انتوا عارفين الضاني كله دهن هخلي حته اللحمه صغيره قوي ناعمه جدا ما تبانش اهي يعني حاجه كده يعني ما تذكرش تبقى تقيله عشان هناكلها بالمعلقه. طبعا الدهن اللي بقطعه ده محدش ياكله هو بس عشان يدينا مرقه مش اكتر من كده فلازم طبعا الضاني يكون فيه حبه دهن عشان بس يبقى ليه طعم كويس قوي كده كده لازم انزل بيها دلوقتي تتشوح على طول. طبعا هي مش تاخد مني تسويه عشان انا مقطعها صغير وعشان كمان هبدا انزل عليها بميه سخنه عشان تبقى واخده وقتها في التسويه كفايه دول كده اهو وهبدا انزل بيهم تشويحه على السريع اهو كده مع لسان العصفور. لو انتوا خدتوا بالكم انا ما رضيتش ازود الـ التحمير اكتر من كده في لسان العصفور عشان انا عامل حسابي ان هنزل بحبه اللحمه دول فاكيد هياخدوا كمان تشميعه كمان عشان ما يجيبوش ميه ويبقى الموضوع في قلق دايما ما انت عارفين حتى لو حطيت لسان العصفور لازم وحتما حبه فلفل اسمر عشان اشوح لحمه فابقى انا برضو ضامن الكلام ومظبط الامور. طبعا هيتشوحوا براحتهم خالص هياخدوا لون وبعد كده هبدا هعمل حاجه حلوه قوي بس هطفي عليها كمان بحبه عصير طماطم من دول. بصوا هنا اللحمه يا شفيق ده الزبده مطرح صلصه الطماطم بتاعه المرقه على فكره اللي بشوح فيها هشوح فيها الرز بس تسيح وبعد كده هشوح فيها الرز واحده واحده. اجيب لوش اللي هو المغرفه معلش يا شفيق وهات الملح ده كمان هنا كده جنبي اهو بص هنا صلصه الطماطم الفلفل بتاعها بكل حاجتها كده هعمل كده كده دي للشوربه شوربه فيها صوص طماطم مش كتير ده هي تلوين والمرقه هتبقى اكتر وهيبقى ليها طعم عالي قوي. وعلى فكره احنا بناكل هنا في مصر حتى كمان لما بنروح عند حد من حبايبنا بتوع الكبده والمخ كبده برده والمخ في سلطه لسان عصفور جامده قوي بلسان العصفور بس سلطه وفيها صوص طماطم بتبقى ليها طعم عالي قوي. لو ما عنديش الصلصه دي ومش هعمل مكرونه دي عادي جدا ابشر نص طماطمايه هيبقى الموضوع عندي برده في المزاج. هبدا اغطي عشان اسبك حاجتي قبل ما اطلع الفصل ابقى مامن الدنيا وهنا ده هياخد مني مرقه فقط لا غير وهدي بقى عندي البهارات بتاعتي حبه ملح حبه ورق غار
حبه حبهان اهم عشان اعمل شوربه حلوه، لان شربتهم بصراحه ربنا حلو. نسيت اقول لكم بقى كمان حطوا لنا ايه كمان على المائده بقى اخوان العرب البدو بتوعنا الناس المحترمين. ثانيه واحده عليا، اصبر ده هنا خلاص دي كده للرز هشوحه وانا شغال معاك يا شبيه. اصبر عليا عشان هفاجئك بحاجه حلوه قوي دلوقتي. هفاجئك بايه بقى؟ حطوا لنا على مع السلطات مع الاكل عفوا، حطوا لنا ملوخيه ناشفه بتاعت الصعايده الحلوه دي عارفينها كلنا طبعا، وحطوا لنا كمان لوبيا حمراء مستويه حلو الكلام، وحطوا لنا كمان غير اللوبيا والملوخيه الناشفه شوربه لسان العصفور واللحمه. طبعا المشويات هناك طعمها غريب مريب ما فيهوش هزار، وحطوا لنا كمان معاها كمان سلطه الطحينه وسلطه التوميه وسلطه الحمص والبابا غنوج، كل حاجه احنا ما كناش متوقعينها بصراحه ربنا. حتى الاكل كان طعمه جميل جدا. غير الاكل بقى، الاكل هيبقى طعمه حلو وحش مش فارق. الضيافه، اسلوب الضيافه، ناس ما تعرفش كتير قوي. انا بتكلم النهارده على العرب ليه؟ بجد ناس كتير في مصر ما تعرفهمش، مصريين 100% واصول عربيه ما فيش زيها. عايز والله ما بهزر، اكيد ما بقولش كده عشان لما اروح المره الجايه يعني ياكلوني ببلاش او قرايب، هم طبعا قرايبنا كلنا، بس احنا ما نعرفش اكل عربي بقالنا كتير قوي. والواحد لما بيروح عند حد ويحس بالضيافه لازم نقول للناس لما تروح في اي وقت الساحل الشمالي او تروح عند تحت سيدي عبد الرحمن والضبعه وبعد مارينا والحته اللي انتوا عارفينها دي، في هناك اماكن وفي ديكرير في حته بتاعت الملاحات دي، ناس كتير جدا هناك عرب، لازم نروح نشوف المطاعم دي عامله ازاي. انا بتكلم على اكل اكل، لا هناك في مطاعم مريبه وناس كتير جدا تطلع من اسكندريه ومن القاهره وكمان من بلاد كتير قوي تروح هناك، والعرب بقى عرب، لا وانت واقف يامن لك مكانك ويدخلك بعربيتك ويقابلك بالضيافه وتفضل وتطلعك فوق وتقعد يجيب لك الواجب بتاعك، وبعد ما تخلص يجيب لك صينيه فيها بردين شاي. الموضوع كبير، تعال اطلع فاصل عشان انا عارف ان شبيه متجنن مني، ثم نواصل. اهلا بيكم مره تانية مع الام هنية. طيب قبل الفاصل كنا احنا يعني طبعا مركبين 80% من الاكله بتاعتنا، بس هعمل كمان سلطه بلدي بالمره عشان تمشي مع الاكل. يعني طبعا السلطه بلدي احنا عارفينها كلنا، بصل وطماطم وفلفل وخس وبقدونس وجرجير، يعني ما فيهاش تركيبه كتير، بدل ما حاجه موجوده يبقى اكيد تطلع بالطبق. نقلت انا كل حاجه في الحله الكبيره الحلوه دي بتاعت الرز، بص كده هندسه، شوحنا الرز كويس قوي بالزبده و نزلنا عليه على طول بالمرقه اللي كان فيها اللحمه، باللحمه بكل حاجتنا، سيبناها تاخد وقتها بقى وتتبخر. وطينا النار قوي، الشوربه زي ما حضراتكم شايفين الموضوع باين جدا، اللحمه بتستوي، عملت عرق كمان للسان العصفور. بص كده يا استاذنا اهو، شايف الكلام اهو، يعني الشكل بيبان، الشكل باين ماشي الكلام. ونغطي عليها تمام. المكرونه مسلوقه وصلصتها، تعالى نبص بص عليها اهي، بتسبك برضو، عايز اسبكها على النار هاديه عشان ما تقصرش، لان عايز المكرونه تكون كميتها اقل شويه من الصوص، لان الصوص فيه لحمه فاكيد الموضوع عالي قوي. تعالى نعمل حبه السلطه دول على السريع. الكبده دي هعملها هنا كده، حبه كبده بلدي زي ما حضراتكم شايفين، دي للرز مع فص توم، هنشوف بيتعمل ازاي. لازم الكبده تنزل على نار حاميه، ما دام نار حاميه يبقى الكبده تحب ايه؟ الثوم والكمون والليمون. الثوم وكمون وليمون، الليمون في الاواخر، الثوم في البدايه، والكمون برده في الاواخر عشان ما تمررش مننا اهو. دي هتحط في الاخر على الرز وهو بيتقدم، هنشوف الموضوع شكله يعني جامد قوي. انا بحب طبعا الفلفل الاسمر، معلش حبه حلوين، وحبه ملح وحبه كمون ومتشكرين، يعني ما فيهاش هزار، بس احنا ممكن بقى نلعب فيها ونعمل حاجه على مزاجنا برده. ايه هي يا سيدي الحاجه على مزاجك؟ اول ما احس خلاص ان الكبده استوت وبقت تمام التمام داخل على مرحله التسويه، ممكن اعمل كده، تعالى كده شوفي، واعمل كده واجيب معلقه فلفل رومي في النص بالثوم، اكيد هيفرق اكيد. انا برضو اكيد يعني لينا نظره اكيد الموضوع هيختلف كده، ونسيبها شويه وبعد كده نشوف الموضوع ايه. طبعا ما دام حطينا الفلفل الرومي ده مش هنحط شطه طبعا، اكيد ما فيهاش شطه اصلا، بس انا بعمل تيست. التست يا محمد، التست. الو يا محمد. ايوه معاك. صباح الفل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. واهل سوهاج عاملين ايه؟ انا بحيي حضرتك وبحيي البرنامج وقناه النهار. الله يخليك، ومن ذوقك يا استاذ محمد، اهل الكرم. وب...
وبحيي حضرتك على اللي عملته في قناة السويس. والله الله يخليك يا أستاذ محمد، ده من ذوقك ومن كرمك. كان عاجبك موضوع قناة السويس ولا كان أي كلام؟ لا والله كتر خيرك، والله أنت قمت بمجهود كبير والله. الله يخليك، ده من ذوقك، ده عشان بلدنا نعمل أي حاجة لو حياتنا كلها تروح في داهية. أنا بس كان لي طلب عند حضرتك. أمرني أمر، أمرني أمر. تفضل. أنا لي ثلاث شهور عايز أوصل لأستاذ إرهام والله ما عارف. طيب حاضر ماشي، وإيه كمان؟ محمد بس كده يعني حالة خطيرة والله، يعني ليها ثلاث شهور وقفلت بحضرتك قبل كده. طيب الحالة حالة يعني حالة تبع حضرتك ولا تبع حد تبعك؟ لا حالة تبعنا. تمام. طيب ممكن بعد إذنك يا أستاذ محمد تسيب رقم تليفونك دلوقتي في الكنترول وإحنا نتصرف. ماشي الكلام؟ ماشي حاضر. تمام بشكرك جدا يا أستاذ محمد. حاضر. هناخد رقم تليفونك يا استاذ محمد ونبعته لفريق زميلتنا العزيزه الهام سعيد، واللي فيه خير ربنا طبعا هيقدمه، لان طبعا المرض والتعب ده احنا لازم نشارك فيه انا ما ينفعش اقول لك هوصل الرقم وما وصلوش، عيب عليا، انا راجل ما عنديش ضمير ومش جدعانه مني ان اقعد اتكلم مع ناس كل يوم اوصل مش عارف ايه واعمل ايه واروح بيتنا انام، ربنا يحاسبني. فهنوصل الرقم وان شاء الله يا رب يجعله بالفايده والصحه يا رب دايما. فاقول حاجه ثانيه، بنودي طبعا إرهام سعيد الله يكون في عونها وعامله مجهود قوي جدا بقى لها فتره طويله، طبعا كلنا نشهد بذلك في كل حته بتعملها وبالذات والاخص واللي يهمنا اكتر كلنا كمصريين، موضوع صباح الخير بفكره الاولاد التعبانين والمرضى والحاجات دي، طبعا اكيد ما فيهاش هزار. بنتمنى طبعا كل اللي محتاج شيء نوصله لإرهام، وإرهام ما بتاخرش يوم الاثنين والثلاث والاربع، ما بتاخرش لحد. بس طلب صغير للي بيتفرج علينا ومش لقدر الله الحمد والشكر الحمد لله يا رب ما عندوش اي مشاكل لإرهام سعيد او لغير إرهام ويقدر يتبرع، اكيد يكون افيد عشان نقدر نساعد، يعني حد يتبرع وحد يتعالج، يعني يبقى مع بعض كده، يبقى يعني اكيد ما بنبسطش بس لما يكون كله بيبقى طبعا اكيد ربنا يشفي كل مريض، بس اكيد الموضوع فيه ماديات شويه، والماديات دي اكيد بتبقى جايه من التبرعات من اهل الخير اللي حضراتكم طبعا كشعب مصر كلنا. على فكره اكيد مش بقول كده انا ما ببرعش، عيب يعني، اكيد لازم انا كمان قبل ما اقول الكلمه دي اكون انا كمان عامل كده انا شخصيا كمان مش كمحطه النهار، فلازم كلنا نتبرع لاخواتنا مش لصبايا الخير ولا إرهام ولا العلاء، احنا بنتبرع للناس اللي غير قادره على العلاج، بنتبرع على الناس اللي غير قادره تجيب بطانيه في الشتاء اللي احنا فيه دوت، غير قادره على الاكل، ده واجباتنا، ربنا بيرزقنا احنا وبيدينا اكل ناكله كل يوم وبيتين في بيتنا وعايشين مستورين، واكيد لازم نكون حابين الناس تبقى نفس الموضوع، دي حاجه تشرفنا وتبقى لينا احنا لينا قيمه كمصريين في بعض يا رب. تمام. الكبده دي مش محتاجه مني حاجه خالص، خبط لازق من هنا لهنا. طيب الكبده دي خلاص، والشوربه دي على ما اعتقد بقت تمام، والرز زي ما حضراتكم شايفين انا موطي عليه النار خالص عشان ياخد تسويته، هعمل حبه سلطه على السريع، حبه الخس دول انا بس بشيل دي برميها عشان بيبقى فيها حته مره، انتوا عارفين انا قصدي ايه، فيها حته مره مش اكتر من كده ولا اقل، اما الرز طبعا دي اكيد هنستخدمها، هجيب عندي بوله فاضيه احط فيها الخس الحلو دوت واقلع الجوانت المقطع الشحاتيني ده عشان انا ما بحبش الجوانتات المقطعه، وهبدا اقطع خس باي طريقه كلنا عارفينها ما فيهاش اي افتكاسه، اهو بقطع مكعبات، بص بلدي بلدي، ولا اقول لكم جوليان ولا مكسرات ولا اي حاجه، حبه خس اهو بلدي بالشكل دوت، بس اهم شيء يكون نضاف قوي كويسين، حبه طماطم اهو، طبق سلطه يكون معتبر كده، حبه بصل تقطعيه برده مش كتير، حلو الكلام، حبه بقدونس خضره طبعا اكيد طعمها حلو في السلطه، ايه تاني ممكن نحطه في السلطه؟ بس انا شايف تمام ممكن نجيب قرن فلفل حار بس يكون من الوحش بتاع علاء شويه اللي هو السبايسي ده اهو كده، ماشي الكلام، انا ما بحبش احط فلفل اسمر في السلطه على ما اعتقد ملوش وجود، مش عارف ليه بيتحط في السلطه، ولكن انا احط ليمون وازود ليمون براحتي، لا كده هغرف خلاص احنا وقتنا خلاص هغرس، حبه زيت زيتون عشان انتك الامور كده، ماشي الكلام، وحبه ملح اهو، ونقلبهم طبعا في الاواخر، وحبه كمون قشطه، بس دي طبق سلطه يعني اي حد في الدنيا يخش يعملهم ويتقلبوا ليه، والله ليهم ريحه حلوه بحلف بالله، يعني اكيد مش هجامل في طبق سلطه حاجه بدريه،
ايوه يا شيف علاء. صباح الفل يا ماما، ازاي حضرتك؟ صباح العسل يا حبيبي. اهلا بيك يا امي، اخبار صحتك ايه؟ ربنا يخليك ويصلح امورك، ومش عارفه اقول لك ايه على الحاجات الجميله اللي الله يخليك يا امي، ده من ذوقك ومن كرمك علينا يا امي، ربنا يديك الصحه يا رب. ايدي المصريين كلها يعني. الله يخليك يا ماما ويديك الصحه يا امي. يعني انا في برامج ثانيه بلاقي السوبر ومش عارف ايه، واحنا شعب يعني، احنا شعب بسيط يعني، يخفوا شويه من الحاجات دي. بالظبط، احنا بنحب البلد بصراحه يعني. تمام، انا مع حضرتك قلبا وقالبا في اللي بتقوليه. ربنا يخليك. يشوف عليك، انت تأمريني امر يا امي. انا عارفه ان انت وطني، مش مليون الميه، اكتر من مليون الميه. الله يخليك يا ماما وديك الصحه يا رب. احنا وانت يا رب. أمريني امر. دلوقتي انا عايزه اقول حاجه للشعب المصري كله من خلالك. أيوة. دلوقتي الجيش ده لما بيطلع الطيران او بيطلع الحاجات الضربه القويه الجويه، ايوه، اللي خلونا مش عارف اقول لك قلبنا منشرح بيها قد ايه. طبعا طبعا بتفرق كتير، احنا كمصريين يعني بتفرق معانا طبعا طبعا. احنا في الدين بتاعنا بيقول لنا ان احنا لازم ندفع للجيش من فلوسنا ومن زكاتنا ومن صدقاتنا طبعا، عشان نقوي الجيش بتاعنا. الحساب بتاع تحيا مصر، ايوه، نفتح لنا حساب للجيش طبعا، ندفع جزء من اللي الجيش بيدفعه في المحاربه لسلامتنا وسلامه ولادنا. ايوه ياريت. مظبوط، كلامك حلو يا امي وزي الفل. انا عارفه ان انت وطني جدا، ولما بتخش حاجه في دماغك بتعمل بيها كويس. حاضر يا ماما، حاضر. فياريت تقوم على الموضوع ده. حاضر يا امي، حاضر يا امي. انا طبعا مش عارفه توصل ازاي واقول له ايه ازاي، فانا من خلال برنامج بقول له ياريت تفتح لنا حساب للجيش للتبرعات للحرب اللي هو قايم بيها ضد داعش وضد الارهاب اللي جوه بلدنا. بس عايز اقول لك على حاجه يا ماما. نعم يا حبيبي. عايز اقول لك ان الجيش الوحيد اللي في العالم كله جيش مصر، ما شاء الله عليه، عنده فلوس مش عند اي جيش تاني. بس ده واجب علينا، ده رقم واحد. انا معاكي، بس برد على كلام حضرتك برضو، معاكي في نفس الموضوع، وقلبا وقالبا جيشنا غني برجالته، غني بفلوسه، صح، غني بكرامته، غني بعظمته، بعد ربنا سبحانه وتعالى كلمه العظمه دي لله سبحانه وتعالى. فطبعا اكيد لو احنا مش تبرعنا، مفيش حاجه اسمها تبرع للجيش. احنا لو دعمنا بعضينا عن طريق النقطة اللي بتتكلم فيها دي تبقى أكيد طبعا شكر لكل المصريين، ولينا كلنا أكيد ندعم بلدنا، لكن مش تبرع. ده المفروض، بالظبط، ده واجب علينا وديننا بيقول لنا كده. طبعا طبعا طبعا، كلامك مظبوط يا ست الكل، ويا ريت كل الأمهات تتكلم زيك بقلبها الطيب ده، ويا ريت كل الأمهات تتكلم بالحنية على بلدها زي ما بتتكلم على عيالها. بس أنا معاكي والله العظيم، معاكي قلبا وقالبا، ولكن أنا أفتخر، أنا شخصيا كعلاء وكلنا كمان بنفتخر، والله ما بتكلم في السياسه، لان لما بتكلم في السياسه الناس بتفهمني غلط. انا والله العظيم، والله والله والله، انا ولا ليا ميول دينيه ولا سياسيه ولا حتى ليها علاقه بالكوره. انا واحد زي اي بني ادم، اصغر واحد في مصر هو انا، اقل واحد زي اي حد في الدنيا. بس الواحد بيفتخر برضه ببلده ويفتخر بناسه. احنا جيشنا اكيد كل الناس كلها عارفاه، ولكن فكره حلوه موضوع التبرعات، او فكره حلوه الموضوع نكون مع بعض. بس ما شاء الله جيشنا معاه فلوس وعنده قدرات عاليه جدا، واحنا بندي للغريب، وربنا يا رب دايما يكون يعني سترنا، ودي اهم شيء، الستر لكل واحد فينا في مصر. اتمنى يا رب الايام تعدي على خير، ورب ما يبقاش في مشاكل ولا في اي حاجه تزعلنا من بعض ولا تزعل حد من بعضه. ده يعني ملخص الكلام، والكلام الطبيعي لاي حد فينا ممكن يقوله. هرجع للاكل عشان خاطر المخرج عمال يصوت في ودني وطلعني فاصل علينا فاصل. السلطه البلدي خلصت خلاص، المكرونه انا بتكلم مع الحاجه يعني على الغرف، مش هغرفها لا هغرفها دلوقتي، معلش يا شفيق، عشان بس افرحك بالمكرونه. هطلعك افرحك بالمكرونه الاول. بص يا سيدي المكرونه عامله ازاي، تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بص المكرونه باللحمه، المكرونه البدوي العربي اهو اهو. اتفضل يا سيدي، ولا لزقت ولا مش عارف ايه. بص المنظر، هي كده، انا اكلتها كده والله يا جماعه، انا اكلتها كده عند العرب والبدو بالشكل ده، هي دي ما فيهاش هزار. والرز يعني لو خلص هغرفه دلوقتي، بس خلينا نسيبه ونطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نخلص الشوربه. خلاص خلصت هي كمان اهي على الغرف، والرز نفس الموضوع، والكبده بتاعه الرز جاهزه، والسلطه زي الفل. الاكل النهارده اكله يعني هقول لكم ايه، اطلع فاصل. اهلا بكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب
قبل الفاصل كنا احنا مخلصين طبق السلطه زي ما احنا شفنا والكبده، وقلنا هنصب الشوربه وكمان لحمه زي ما حضراتكم شايفين طلعت بالرز بالشكل الجميل ده والمكرونه. عايز اشوف شكل الشوربه دي عامله ازاي مع حضراتكم عشان نعرف ايه اللي جوه وايه اللي حصل، يعني عمال تقلب بقى لها كتير وتستوي بقى لها كتير. بص الشوربه شفيق، بص تعالى يا باشا كده بعد اذنك، ايه رايك في الشكل ده شفيق؟ شايفه ولا مش شايفه؟ معانا؟ طب قول لي اه لا عشان اسكت، ما قلتليش حاجه والله، انا عمال اقلب لوحدي. وننزل حبه الكبده دول ينزلوا كده على الرز الجميل ده اهو بالشكل الحلو ده. الموضوع النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين اكل عربي، يعني اكل بدو ما فيهوش حاجه صعبه ولا غيره، كل ده كله في بيتنا. واهم شيء ان احنا لما نيجي نعمل اكل او انا باجي اعمل اكل، انا هتكلم عن نفسي انا شخصيا كعلاء، لازم اعمل الحاجه اللي حضراتكم تقدروا تشتروها وتكون بسعر رخيص ومش غالي وتكون متوفره في كل البيوت وفي كل الاسواق مش بس في السوبر ماركت. ده كلام ما فيهوش هزار، لازم اكون وانا جاي من بيتنا الصبح كده اعمل طبخ يكون فيه المقادير دي. فكره اجيب مقادير غاليه، ممكن نجيب مقادير غاليه مش كل الاوقات، ولو جبنا مقادير غاليه بنعملها برضو ليه حق ناس كتير جدا تعرف شكل الاكل دوت، وناس كتير جدا تبقى عايزه تسال عليه فلازم اعمله طبعا. ولكن النمط بتاعنا احنا كشعب مصر البسيط، ما يبقاش الموضوع كتير قوي. فدي اكلاتنا حلوه جدا، سلطه بلدي بالشكل الجميل دوت اكيد اي حد فينا يقدر يخش يعملها، هو ده المطلوب. مقاديرها سهله جدا، الشوربه شكلها جديد مختلفه وليها طعم ومذاق عالي جدا وهو ده المطلوب. طبق لحمه بالرز الضاني بالكبده مشكلات اكيد شكلها مريب. المكرونه دي طبعا انا عايز اقلبها لكم، تقريبا المكرونه دي شكلها اصلا كده غير متغرفه. بص المكرونه هندسه، شايف شكل المكرونه باللحمه، اكيد الموضوع ما بيهزرش. دي كانت اكلات النهارده، اتمنى يا رب دايما نكون مع حضراتكم بالخير. بكره ان شاء الله الجمعه، بكره اتنين معانا اتنين متسابقين، وهنشتغل مع حضراتكم ان شاء الله كالعاده مواعيدنا من واحده ونص لحد الساعه 3، وان شاء الله كمان بكره ان شاء الله بدون مقاطعه يا رب ما يكونش في اي شيء، بكره كمان بالليل الساعه 10 مساء ذا تيست يكون البرنامج ان شاء الله شغال مع حضراتكم. حلقه جديده والسلام عليكم.